سيرة نجم، برنامج يروي سيرة ومسيرة نجوم الرياضة الليبية من مختلف الأندية والأجيال. يعد المرافق الطبي الحاج هاشم الفلاح عميد المرافقين الطبيين على صعيد كرة القدم الليبية، وهو المرافق الطبي الأقدم في تاريخ الكرة الليبية، وهو من الذين عاصروا مسيرة فريقه الأهلي ببنغازي منذ بداية مراحلها الأولى مطلع الخمسينيات وحتى السنوات الأخيرة، قبل أن يعلن اعتزاله وتركه الحقيبة الطبية والملاعب عام 2010. الحاج هاشم الفلاح من مواليد 1935، بدأت علاقته بالرياضة والنادي الأهلي ببنغازي في بداية الخمسينيات. عاصر الرعيل الأول للنادي الأهلي وزاول كرة القدم مع أبناء جيله في الشوارع والمدارس ولعب مع فريق التمريض. اتجه لمهنة العلاج الطبيعي لعشقه الشديد لهذه المهنة ولكونها لم تكن موجودة بكثرة في تلك الفترة، خاصة وأنه خريج أول معهد صحي تم إنشاؤه ببنغازي عام 1951. كانت بدايته في مستشفى المدني، حيث تم تأسيس قسم صغير أيام الإدارة البريطانية، وتم تطويره إلى قسم كبير للعلاج الطبيعي في جليانا، وقدم خدمات لسكان مدينة بنغازي لسنوات طويلة، وكان أغلب رياضي الأندية يتلقون العلاج به. التحق الحاج هاشم الفلاح بدورة طبية بالإسكندرية ونال شهادة معتمدة في مجال العلاج الطبيعي، وكذلك دورة طبية ببلجيكا، كما عمل إلى جانب أشهر أطباء العظام ببنغازي، إلى جانب تواجده اليومي في مركز العلاج الطبيعي حتى تقاعد من العمل بوزارة الصحة. ترأس قسم العلاج الطبيعي في مستشفى جامعة بنغازي 25 عام، وعمل بقسم العلاج الطبيعي بجمعية الكفيف الليبي، كما تلقى عروض عديدة للعمل بعدة مشاريع خاصة، لكنه رفض ذلك لعدم وجود الوقت الكافي. عاصر الحاج هاشم الفلاح كافة أجيال الأهلي منذ تكوين أول فريق للأهلي حتى عام 2010، وطيلة عمله بالأهلي الذي وصل لأكثر من 50 عاماً كان عمله تطوعياً، لكونه كان يؤدي عمله تطوعاً وعشقاً للأهلي، ولم يقتصر عطائه في المجال الطبي بل عمل مع مختلف إدارات الأهلي وكان دائماً على رأس الوفود الاجتماعي. رافق الحاج هاشم الأهلي في أفراحه وأتراحه وبطولاته ومشاركاته المحلية والدولية، كما عاصر جميع بطولاته مع كبار المدربين، وساهم في التعجيل بشفاء الكثير من نجوم الكرة عندما تعرضوا للإصابة، كما رافق الفريق منذ أولى مشاركاته الرسمية عام 1969 ببطولة كأس أندية المغرب العربي وجميع مشاركاته العربية الإفريقية حتى اعتزل عام 2010، ولم تبعده الظروف والأزمات عن فريقه الأهلي الذي يمثل عشقه الأول والأخير، وربطته علاقة وطيدة بجميع أجياله ورؤساء النادي منذ أول رئيس لمجلس إدارة النادي، وهو رمز من رموز الأهلي والرياضة في ليبيا وظاهرة فريدة من نوعها ونموذج لا يتكرر في العطاء والعشق الأبدي للمؤسسة العريقة على مدى أكثر من نصف قرن، وهو رقم قياسي وعلامة مسجلة باسم قيدوم وعميد المرافقين الطبيين في العالم الحاج هاشم الفلاح.